أحمد ومريم على وش جواز وبيجهزوا البيت. مريم ما بيعجبهاش العجب، أحمد عدلها كتير في ألوان الحيط بس ما ظنش هيعدلها كمان في النجف. يا ترى ذوق مين اللي هيمشي؟ ده لو لقيناه أصلا، ولو لقيناه هيليق مع العفش؟ والماتيريال هتعيش؟ هتعيش 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 ولا يومين وقلب؟ والسعر كام؟ ايه بتقول كام؟ عند المدام. ولو تمام، ايه ده مين اللي هيوصل؟ نايمين النجفة. حاسب نسينا التركيب، احنا نركب ولا نجيب حد يركب؟ متهيألي نجيب حد احسن. بس هندفع له كام ومواعيده ايه؟ طب هناخد ضمان ولا مع نفسنا؟ مع نفسنا. كلام كتير ولف كتير. طب وليه؟ ما عندك تيارة من كريستال عصفور، تصميم سعر ضمان من غير لف ودوران. نور بيتك مع تيارة.